شباب مصر في مئات القرى المصرية. حياة كريمة بتتحقق. احنا دلوقتي قدام موقع انشاء مجمع خدمي قرية دانيال التابعة لقرية الغرق مركز إدسا محافظة الفيوم. منسق ميداني المبادرة الرئاسية حياة كريمة موجودين في البرومبل في مركز أطفيح. مرقص عبد الملاك ضمن مجموعة مبادرة حياة كريمة مشروع الصرف الصحي. احنا قدام مجمع الخدمات الحكومية بقرية الشهداء بحر البقر 2 التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية. احنا النهاردة موجودين على أرض مشروع فعل إنشاء وتأسيس مدرسة للتعليم الابتدائي. قرية شبرا ميلس مركز زفتة محافظة الغربية مشروع صرف صحي بقرية مصمم لخدمة 28 ألف نسمة. شريف عمر أحد شباب مبادرة حياة كريمة. إحنا النهاردة في مدرسة طه ندى للتعليم الأساسي موجودة حاليا بقرية العراقية إحدى القرى التابعة للوحدة المحلية بكفر عشمة لمتابعة أعمال توصيل الغاز الطبيعي بالقرية. مبادرة حياة كريمة في محافظة الإسكندرية موجودين النهاردة في مدرسة عبد الرب خالد إحدى المشروعات التعليمية بمركز مدينة برج العرب. إحنا واقفين قدام مشروع طبطين الترع في ظل مبادرة حياة كريمة اللي بتحظى بها قرية طحانوب التابعة لمركز شبين القناطر محافظة القليوبية. مركز الفرافرة في قرية عائشة عبد الرحمن تم عمل مشروع صرف صحي متكامل في القرية. محمود صبحي ندى عبد الرحمن الحوا واقفين دلوقتي قدام مشروع توصيل الغاز الطبيعي. قرية شرشابة التابعة لمركز زفتة محافظة الغربية مشروع إحلال جزئي لمدرسة الشهيد النقيب أحمد المرعز الثانوية المشتركة. محطة رفع مياه قرية أبو صير التابعة لمركز ومدينة برج العرب. أمام أحد المشروعات المنفذة في مبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية ومد خطوط مياه الشرب. منسق ميداني بمؤسسة حياة كريمة تم تأهيل أكثر من 175 منزل بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان. تم عمل وحدة الإسعاف بوحدة طب أسرة الأحراز في مركز شبين القناطر محافظة القليوبية. محمد الحسين متطوع في مبادرة حياة كريمة جمع الخدمات الحكومية قرية بساط الدين كريم مركز ومدينة شربين محافظة الدهلية. مشروع الصرف الصحي في قرية المنصورة تبع المركز ناصر محافظة بني سويف. محطة رفع صرف صحي سماكين غرب مدرسة أحمد عبد الرؤوف الثانوية لمجلس قرية صنهور مركز زمنهور بحيرة. احنا في محافظة الوادي الجديد مركز الفرافرة قرية عمر بن الخطاب مبادرة سكن كريم. هشام عصام حداد منسق المبادره الرئاسيه حياه كريمه بمحافظه سوهاج. دكتور محمد قراعه مركز ابنوب محافظه اسيوط مدرسه دير الجبراوي الابتدائيه المشتركه. ده مجمع خدمات متكامله بقريه حجازه في مركز قوس محافظه انها. محمد انور ترك منسق المبادره الرئاسيه حياه كريمه بمحافظه اسماعيليه. احنا النهارده قدام مشروع خزان مياه الشرب بسعه 500 متر مكعب موقع انشاء مجمع الخدمات بقريه القريب. موجودين في مدرسه الشهيدين ابراهيم عشيبه ومحمد الديناصوري قريه الروس خليج بحري برنبال مركز مطوبس محافظه كفر الشيخ. انا احمد عاطف محافظه اسيوط قهوه الزرابي مركز أوتيك مشروع امداد الغاز الطبيعي. نيهان مصطفى محطه رفع الريينة مركز ارمان المحطه بتخدم 28 ألف نسمه. نادي حمدي عطيه عضو في مؤسسه حياه كريمه اول مدرسه يتم انشائها في قريه كفر طحا تبع مؤسسه حياه كريمه وهي المدرسه الثانويه العوام. اشرف علي حسين عطيه احلال وتجديد مركز شباب الكولا. بنهتم ايضا بذوي الهمم وليهم اولويه كبيره معانا من خلال القوافل الطبيه بنوفر ليهم اطراف صناعيه. من امام مجمع الخدمات الحكوميه بقريه سنتريس التابعه لمركز اشمون بمحافظه المنوفيه تم الانتهاء من كامل اعمال الحفر وجار استكمال اعمال البناء. المشروع القومي لتطوير الريف المصري محافظه دمياط محافظه كفر الشيخ محافظه الوادي الجديد محافظه الاسكندريه محافظه اسوان محافظه الاسماعيليه محافظه دينا محافظه الجيزه محافظه البحيره محافظه سوهاج محافظه الغربيه محافظه اسيوط محافظه القليوبيه محافظه الاقصر محافظه الفيوم محافظه الشرقيه محافظه المنوفيه محافظه الدقهليه. شباب مصر شباب يفرح واقفين في ظهر اهاليهم وبيساعدوهم في كل قريه ومركز في كل المحافظات. بيشتغلوا بايديهم وبينسقوا مع كل مؤسسات الدولة عشان يوفروا لكل المصريين حياة كريمة. حياة كريمة مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.